احنا حقيقة عندنا رصيد الحمد لله متكفين بأنواع معينة من فصائل الدم، خاصة الفصائل الموجبة، لكن تحدث عندنا حالات طوارئ، مثلا إصابة طلق ناري مثلا أو حادث مروري، نحتاج به فصائل دم ناقصة أو سالبة. هاي الفصائل السالبة عندنا أعداد كلش قليلة منها، السبب لأنه هي من أصلها نادرة، يعني متبرعين قليلين. إحنا نغطي هذا الخطأ والعجز اللي صاير، إنه إحنا عندنا سجل المتبرعين بفصائلهم، بعد ما نشيك وعندنا أرقام تليفونات، وبعد ما نخابرهم نشيك إن هم يعني مضبطين أمورهم، خلينا نقول وما عندهم ما متبرعين من فترة قريبة، نخابرهم نقول تعالوا تبرعونا. لكن اللي يصير مثلاً إنه إحنا كل الفصائل الناقصة الموجودة عندنا هي متبرعين يعني من فترات قريبة. اللي ناشد من يصير أي حادث يعني مروري أو كذا، إنه إحنا نحتاج متبرعين فريش أو جديدين حتى يتبرعون للحوادث. فهذا اللي يسبب إنه إحنا عندنا نقص فصيلة معينة مثلاً، أو الحالة تستوجب إنه هو دم جديد، فلذلك إحنا ناشد يعني دائما من صفحات الفيسبوك مثل يعني جروبات او عبر سماعات الجوامع او قنوات او قناة سامراء، احنا ناشدهم انه اصحاب الفصائل السالبة انه دائما يعني يتبرعون بمصرف الدم ولا يبخلون علينا بالدم مالهم، لانه هذا الدم هو بالاكيد راح يرجع لابنائنا اللي محتاجي، وان شاء الله ما تقصرون لا انتم لا المتبرعين ان شاء الله. شوفك البلازما.